شلونكم؟ زينين زينين؟ شو انتم ايش بيكم؟ شو هيك مخنشرين؟ صيام. يلا نبدا الدرس رياضه؟ يلا سوي هيك اول شيء. طارق لا لا هي طارق ما اعرف اسويها. طارق حصتك اليوم شو الناس؟ يلا يلا شو اسم كل واحد يقول اسمه بصوت عالي ايه؟ وبيصف شو اسمك؟ انور هاش اسمك؟ شنو؟ من هناك بدا شو اسمك؟ انور بصف الثالث وبيده بالصف الاول متوسط عليها بالصف السادس آدم صف الثالث آدم نايم ايه حيدر صف الحائط أنا صف الرابع حيدر صف الحائط فادم صف الرابع فادم صف ال ضاع أول يرد له ما يعرف أنت يا صف أوقف خليني أترجم لك شنو هو أدهم صف الأول وأنت لا ما أدهم سيف 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 طلع اسمه بالإنجليزي وأنت شو اسمه عيسى وانت زيد منعم صف الاول زيد منعم ايه. انا صف زيد حيدر صف زيد اوكي اوكي اكو لعبه نلعبها برمضان هيك نسوي وهيك منعم شو اسمه عزيز تلعبوا هنا ايه شهر رمضان ايه زلابيه وما زلابيه تاكلون هاي سوالف حيدر نجي طار الاكل هسه طارق دا احكي يعني شو اسوي يعني اذا كل حياتنا اكل شو تسوي سال هذا اشرب مي طارق من حافظ نشيد أهلاً بالأحبابي حافظ نشيد عمو؟ لا عمو بس عندي هدية أريد أعطيهم إياها. يلا. هاي هدية. أعطيكم عيدية. إذا أعطيك الفلوس كلنا بكتفي. يا لا عمو. حيدر هاي هدية مقدمة برنامج بين أهلنا. والله خجلت. لأن شاطر أنت تاخذ ستات. حياتي ما باخذ فلوس طويل. خذ خذ خذ. بما لا. ثانك يو. لا آسف. أنا حطي لأبو النشيد. هاي عيدية تفضل من عيديتك تفضل ناخذ شيء من يطلعون هدية شو نقول؟ شكرا عافية هاك حبيبي شكرا تفضل تفضل باح عيدياتكم من يريد هذا الظرف؟ هذا خلي ذكري باعث مكتوب بي انت كنا نقول بين اهلنا يلا باي 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 باي, 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 باي.